بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ. واحنا كده كده انا بسجل المحاضرة عشان لو حد دخل متأخر ولا حاجة يقدر يتابع معانا. مبدئيا بس بداية من النهاردة خلاص التوتوريال هيشتغل وهيبقى ورا مني على طول. المهندسة سارة هتبتدي تحل معاكم مسائل. احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في اول شابتر عندنا بجد، واول نوع من انواع المسائل ممكن يجي في الامتحان، شابتر اسمه Time Value of Money. تعالوا نتفرج. ده عنوان الشابتر بتاعنا. الليكشر نوتس دي هتنزل لكم على ال LMS، هتلاقي فيها الكلام منظم وفيها solved examples. طبعا احنا المفروض ان شاء الله في المحاضرة ان احنا هيبقى عندنا فرصة نحل اكتر او نقول ملاحظات اكتر، لكن دي برضو تبقى جايد لاين معاكم. الوايت بورد ظاهر عندكم كلكم ولا لسه في حد ما ظهر الوايت بورد عنده؟ طيب زي الفل. قبل ما ابتدي بقى في القوانين اللي هنبتدي نحسب بيها، في شويه حاجات كده لازم نستقر عليها او نتفق عليها من الاول زي ترمينولوجي كده عشان نبقى فاهمين احنا رايحين فين. لما اجي في اي قانون او اي اكزامبل واكتب لك اي، فالاي ديت مقصود بيها الانترست ريت، زي ما تروح البنك فيقول لك الفايده 10%. الانترست ريت ده لو انا قلت لك ان الاي دي فور اكزامبل بتساوي 10%، معناها ان الفلوس بتاعتك ديت هتزيد 10% كل سنه. الاي ديت او الانترست ريت، يمكن اتكلمنا في الكلام ده المره اللي فاتت، في منه نوعين، في حاجه اسمها سمبل انترست ريت وفي حاجه اسمها كومباوند انترست ريت. ده غير ان انا كمان احيانا هيكون محتاج الانترست ريت بتاع الشهر، في فلوس هتتحط ويتعدلها شهور، او الانترست ريت بتاع اليوم كمان لو حبيت تحسبه. بس اجمالا قاعده رقم واحد، لو انا قلت لك في مساله ان الانترست ريت بتاعي 10%، فمن غير تفاصيل انت هتفهم الاتي. اول حاجه الانترست ريت ده بير يير، لان لو بير مانث او بير داي كنت هقول لك، لكن طالما ما قلتلكش يبقى ده اني انترست ريت، قلت لي بير يير. تاني حاجه ان ده كومباوند انترست ريت، لان الطبيعي ان احنا بنتعامل مع كومباوند انترست ريت. برضو عشان نفتكر يعني ايه كومباوند انترست ريت، يعني لو انا عندي 1000 جنيه فهي السنه الجايه هتبقى 1100، والسنه اللي بعدين منها مش هتبقى 1200، هتبقى 1210. ال 10% مش زادت على اصل المبلغ، ال 10% زادت على المبلغ اللي انت وصلت له اصلا. ففي تاني سنه كنت باخد 10% على 1100 مش على ال 1000 بس. فلو انا قلت لك عندي انترست ريت في المساله، طالما قلت لك انترست ريت يبقى انت فاهم ان ده بتاع السنه مش بتاع الشهر ولا بتاع اليوم، حتى لو انت كنت محتاج بتاع الشهر او بتاع اليوم تروح تحسبه ساعتها. زي ما اقول لك في المساله فايند الانترست ريت، فايند الانترست ريت ده برضو انا اقصد بيه الانترست ريت بير يير. وزي ما قلت لك ده مش سمبل، لو انا عايز اقول لك سمبل انترست ريت هقول لك سمبل انترست ريت، لكن طالما ما اتكلمتش فده انترست ريت، انترست ريت بير يير وفي نفس الوقت كومباوند انترست ريت. خش على الاكسبريشن الثاني او الحاجه الثانيه. لما اقول لك الان، احيانا بنكتبها ان سمول واحيانا نكتبها ان كابيتال، يعني هتلاقي القوانين اللي في الكتاب في الغالب بيكتب ان كابيتال، انا شويه بحب استخدم السمول، بس وات ايفر. الان هتريفير لمده زمنيه، يعني لما اقول لك الان بتساوي 7، السبعه ديت ممكن تبقى 7 سنين او 7 شهور او 7 ايام، على حسب ما انت محتاج في المسألة او على حسب ما انت هتحدد. هيبان لي الموضوع دوت او يبتدي يفرق معايا في المسائل. بس مبدئيا اي قانون هيبقى فيه اي وان مع بعض، اي قانون هيجمع الاي والان لازم هتبقى الاي ديت للفتره ان. بمعنى ايه؟ انا لسه بقول لك دلوقتي
ان انا لما اقول لك الانترست ريت واسكت يبقى ده الانترست ريت بير يير، تمام كده؟ طب انا في المساله عايزك تحسب مانثز، قلت لك طب انا عايز في خلال 5 شهور احسب كذا، فساعتها بتستخدم الانترست ريت بير مانث. هيبان الكلام ده لما ابتدي نخش في التفاصيل مبدئيا، بس اعرف ان انا عندي اي ده بيعبر الانترست ريت، عندي ان بتعبر على المده الزمنيه قد تكون ايام او شهور او سنين. وعندي حاجه مهمه جدا بقى اسمها كاش فلو داجرام، ودي حاجه مهمه جدا. ايه بقى الكاش فلو داجرام دوت؟ قلت لي لو انا حبيت مثلا اقول لك ان في واحد راح البنك النهارده حط 10,000 جنيه بانترست ريت، هو بيتعامل مع البنك بيديله معدل فايده 10%. فالراجل ده حط 10,000 جنيه النهارده، وبعدين بعد سنتين راح حط 2000 جنيه، بعد 3 سنين راح حط 1500 جنيه، بعد 4 سنين سحب 3000 جنيه، وفي السنه الخامسه راح حط كمان 1000 جنيه، فانا عايز اعرف هيبقى معاه كام بعد 10 سنين مثلا. اللي انا حكيته لك ده، الحكي اللي انا حكيته، ال 10,000 وال 2000 وال 1000 ونص وال 3 والكلام ده كله، ده حكي. احنا ما بنعرفش نتعامل مع حكي. واول خطوه هتتعلمها في اي مساله انك تحول الحكي ده لرسم. الكاش فلو دياجرام هو عباره عن رسمه بيبقى شبه الاكس اكسيس كده، بس مفيش واي، ومتقسم وحدات، هنا صفر، هنا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أي أعداد أنت عايزها بقى. الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والسبعة دول سنين ولا شهور ولا أيام؟ قلت لي على حسب بقى المسألة عندك. وارد إن واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة دي تبقى شهور، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ديت تبقى سنين، تبقى أيام، تبقى سيمي أنيوال يعني تبقى كل 6 شهور، يعني الواحد ده يعني 6 شهور، اتنين يعني 2 6 شهور يعني سنة، التلاتة دي تبقى سنة ونص، الأربعة تبقى سنتين وهكذا. ولذلك أول حاجة هتتعلمها لازم لما تيجي ترسم الكاش فلو دايجرام وتحط عليه الوحدات ديت، تكتب لي هنا كده يا إما يير أو مانث او دي او واتيفر، تكتب لي الحاجه اللي بتوضح اللي هنا ده ايه. وده مهم جدا لان المفروض اللي كان مكتوب في المساله بالكلام انا افهمه من الكاش فلو دياجرام بتاعك. اذا الكاش فلو دياجرام ده خط افقي عليه ارقام بتعبر عن مدة زمنية قد تكون شهور أو سنين أو أيام، ولازم تحط لها على الإكس أكسيز أنت واخد وحدة إيه؟ سنة ولا شهر ولا يوم ولا وطفر. أنت بقى قلت لي من شوية أنا رحت حطيت 10,000 جنيه النهاردة، كلمة النهاردة ديت ترجمتها عند الكاش فلو دايجرام بتاعنا يعني عند الير زيرو. فباجي كده عند الير زيرو وبعبر عن الفلوس بسهم واكتب عليه 10,000 جنيه. فالمفروض اللي يشوف الكاش فلو دياجرام دوت يفهم ان في السنه الصفر، سنه الصفر ديت معناها النهارده انا حطيت 10,000 جنيه، وعند السنه الثانيه حطيت 2000 جنيه، وعند السنه الثالثه حطيت 1000 ونص، وعند السنة الرابعة سحبت 3000 جنيه. عشان يفرق ما بين الفلوس دي كانت فلوس بتاخدها ولا فلوس بتدفعها، اتفقوا الناس ان نخلي الفلوس اللي هندفعها تحت وهنخلي الفلوس اللي هناخدها وشها لفوق. وعند السنة الخامسة مثلا حطيت كمان 5000 جنيه. في حاجة انا مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لأ، أطوال الأسهم مش بتتناسب مع المبلغ، يعني مثلا مش هلاقي السهم بتاع ال 10,000 جنيه قد السهم بتاع ال 2000 جنيه 5 مرات. لا لا لا، السهم طوله لا يحمل أي قيمة بالنسبة ليا، أنت بس السهم إنديكيشن
ان دي فلوس، انا يهمني السهم اللي فوق ولا لتحت عشان اعرف دي فلوس اتدفعت ولا فلوس هتتاخد. ويفترض ان انا لو كتبت لك هنا مثلا اير، سيادتك قريت المساله فكتبت الكلام دوت، المفروض بقى عشان اعرف الكاش فلو دايجرام بتاعي دوت مظبوط ولا مش مظبوط، لان الكاش فلو دايجرام لوحده عليه درجه من المساله. يعني انت ممكن تبقى حالل المساله صح ومطلع اناليتيك صح ودرجه المساله ناقصه عشان كنت راسم الكاش فلو دايجرام غلط او ناقص. ما تتعاملش وانت بترسم مع الكاش فلو دايجرام على ان انا عارف، بمعنى على الاكس اكسيس هي سنين ولا شهور ولا ايام، تقول لي لا ما حضرتك قايل ان هي سنين. ايوه انا قايل حاجه المفروض زي ما قلت لك الكاش فلو دايجرام بيترجم لحد ما شافش المساله. يعني المفروض انا دلوقتي لو جبت حد منكم وقلت له كان في مساله مكتوب فيها كلام انا ترجمته للشكل ده، حد يعرف يقول لي ايه الكلام اللي كان مكتوب؟ حد يعرف يقول لي فعلا ايه الكلام اللي كان مكتوب عشان ارسم الشكل دوت؟ كان بيجي كان بادئ ب 10,000 يعني. ايوه وبعد كده في السنة التانية زود 2000 وفي السنة التالتة زود 1500. دي فلوس بيدفعها ولا بياخدها؟ اللي تحت بيدفعها المفروض، بيدفعها. وجي في السنة الرابعة خد 3000، خد 3000. السنة الخامسة دفع 5000. ايش عرفك ان دول سنين اصلا؟ من اليونت يعني اللي على السهم بالظبط كده. واجي هنا بقوم تحت الكاش فلو دياجرام كاتب لك ان الاي بتاعي ب 10%. على فكره لو كانت 1 2 3 4 5 6 7 8 شهور كنت هكتب ان الاي بتاعي 10% ويبقى ده الانترست ريت للسنه برضو. الاي اللي انا بكتبه مجهل دوت من غير ما اوضح هو ايه، ده بتاع السنه. احنا اتفقنا معناها ايه الير زيرو؟ البيزنس بادئ بكام؟ ده النهارده. الير زيرو ديت معناه ان انا بتكلم عن الوقت الحالي اللي بنسميه البريزنت. انا النهارده هي دي بتبقى كاونتد من المدفوعات ولا من اللي باخدها بقى؟ يعني ايه؟ يعني ال 10,000 دي كاونتد اني خدتها ولا اني هدفعها؟ اللي تحت ولا الفوق هي؟ اللي تحت. يبقى دفعتها؟ اللي هيعرفني انا دفعتها ولا خدتها شكل السهم. بس انا عايز اسال في نقطه تانية رخمه بقى. في مساله جت في الامتحان قبل كده قام حاطط لهم هنا كده ماينس واحد وماينس اتنين وعمل تعامل عند ماينس واحد، ده هو ايه المعنى ان الوقت يبقى ماينس واحد؟ يا في حاجه اسمها السنه ماينس واحد؟ اه بالظبط كده، ده معناه سيمبل جدا. السيمبل ذات ماينس واحد يعني السنه اللي فاتت. انا ابتديت حساباتي وابتديت اعد النهارده، لكن ده ملوش علاقه اقول لك اني انا ابتديت النهارده بس كان عليا من السنه اللي فاتت 5000 جنيه المفروض ادفعهم وما دفعتهمش مثلا. فكلمه السنه اللي فاتت ديت اعبر عنها ازاي على كاش فلو دايجرام؟ اعبر عنها ازاي؟ بالماينس واحد اللي مرسوم قصاد منك دلوقتي. انا المفروض عرفت يعني ايه اي ويعني ايه ان. هنبتدي نتكلم برضو في رمزين تانيين احنا هنشوفهم كتير جدا في المسائل معانا وعايزك تبقى عارفهم، اللي هما قال لي عندنا حاجه اسمها بي، حاجه اسمها اف. البي دي اللي هي البريزنت فاليو، والاف دي اللي هي الفيوتشر. ايه بقى البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو ديت؟ قال لي تعالى ناخد الاكزامبل اللي احنا كنا حاطينه من شويه دوت. لو انا رسمت لك كاش فلو دايجرام زي كده، سنه 0 1 2 3 4 وهنا دي ديرز، وقلت لك ان واحد راح البنك وحط النهارده 2000 جنيه. ال 2000 جنيه ديت اسمها البي او البريزنت فاليو. وعايز اعرف الراجل ده كمان 4 سنين ياخد كام؟
كمان 4 سنين ديت بيسميها الفيوتشر فاليو. علما بأن الانترست ريت بتاعي كان 10%. حد يعرف يحسب لنا الحسبة ديت؟ حد يعرف يحسب لنا الحسبة دي نحسبها ازاي؟ حسبة ايه معلش؟ انا حطيت 2000 جنيه في البنك. والبنك قال لي الفايدة بتاعتك 10%. فعايز اعرف بعد 4 سنين لما اجي اخد فلوسي دي من البنك اخد منه كام؟ مفروض مبدئيا أزوج. مبدئيا واحدة واحدة ال 2000 جنيه دي اسمها ايه؟ present value. والفلوس اللي هتاخدها كمان 4 سنين future value. حد يعرف بنحسب ازاي؟ هي مش المفروض دكتور بنحسب equation كده؟ ما equation جت منين؟ اللي هي بتبقى ال 1 plus rate of 100 على كل سنة per 100 power time times. تعالى تعالى نتفرج، تعالى نتفرج على حاجة عبيطة بس كده. لو أنا حبيت أقول الفيوتشر فاليو في أول سنة بعد سنة واحدة، عارفين هتبقى بكم؟ 2200 جنيه. هتبقى البي بتاعتك زائد اي من البي، صح كده؟ صح. مظبوط. هتبقى البي بتاعتي وزاد عليها 0.1 بي اللي هي 10%. فده معناه ان الاف واحد بتاعتك ديت هتبقى بي واحد بلس اي، صح كده؟ طب في تاني سنة اف واحد زاد اي بي. مبدئيا مبدئيا في تاني سنة انا عندي الفلوس القديمة هي البي في واحد زائد اي، ده اللي انا كنت خلاص وصلت له بقى معايا في الحساب بتاعي. وهتزود عليه ايه تاني؟ اي مضروبة في نفس ده. هزود عليها اي مضروبة في المبلغ ده بقى اللي هو البي واحد زائد اي. يعني لو انا كان معايا 1000 جنيه في الاول زودت عليها 10% منها اللي هي 100 جنيه بقت 1100 جنيه. السنة التانية بقى أنا ببتدي بال 1100 جنيه الأصلا اللي هم بي في واحد زائد اي وزود عليهم 10% من ال 1100 اللي هي اي في بي في واحد زائد اي. لو خدت بي واحد بلس اي كومن فاكتور. دي فايدة مركبة. خلاص احنا اتفقنا ان كل اللي بنتعامل بيه كومباوند انترست ريت، ما عنديش سمبل انترست ريت خالص. تمام خلاص كده. لو خدت البي في واحد بلس اي كومن فاكتور هيبقى لي هنا واحد بلس اي، وتبقى المحصلة بي في واحد بلس اي سكويرد. فانت في تاني سنة بقى معايا بي في واحد زائد اي سكويرد. حد متخيل بقى الفيوتشر فاليو في تالت سنة هتبقى كم؟ هتبقى باور على سي، هتبقى بي في واحد زائد اي اس 3. طب لو انا عايز الفيوتشر فاليو عند اي سنه ان هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي البي واحد اي اس ان. وده اول قانون استنتجناه. القوانين دي انت ما بتحفظهاش على فكره، القوانين دي بتبقى جيفن في قلب الامتحان. القانون ده بيحسب لي العلاقة بين إيه وإيه؟ قال لي لو عندك أي مبلغ وعايز تعرف المبلغ ده هيبقى كام بعد فترة محددة بفايدة محددة أقدر أحسب لك المبلغ ده عادي جدا. القانون دوت بيسموه قانون السنجل بايمنت، وبيتعامل مع كل بايمنت لوحدها، لكن مش معناه إن لو هستخدمه لو المسألة فيها بايمنت واحدة. بمعنى إيه؟ بمعنى تعال نرجع للإكزامبل بتاع المرة اللي فاتت. عنده هو 10,000 جنيه وعندي 1 2 3
4، وكنت عايز اعرف انا هبقى كام في السنه الرابعه هنا. فسيمبل جدا سيادتك هتقول لي ان الفيوتشر فاليو بتاعتك هتبقى بكام. احنا كنا قلنا الانترست ريت 10%، احنا كنا قايلين 2000 جنيه سوري هنا، مش فارقه كتير اسمع لي، خلينا بال 2000 جنيه. حد يعرف بعد 4 سنين ال 2000 جنيه دي تبقى كام؟ 2928 هتبقى 2000 في 1 بلس 0.1 قص 4 صح كده، اللي حسب حسب من الحسبه ديت مظبوط. اه طلع كام؟ 2928.2 زي الفل. بص بقى، انت استخدمت القانون اللي هنا اللي اسمه قانون السنجل بايمنت، بس انا ما استخدمتوش عشان بايمنت واحده. ولذلك مثلا لو في المساله ديت قلت لك الراجل ده بعد ما حط ال 2000 جنيه راح في السنه الثانيه حط كمان 1000 جنيه وعايز يعرف الفيوتشر فاليو بتاعته هتبقى بكام، هل الفيوتشر فاليو بتاعته هتبقى 2928؟ لا طبعا. قلت لي بص يا معلم، الفيوتشر فاليو بتاعته اصلا هتكون نتيجه حاجتين، الفيوتشر بتاع ال 2000 جنيه زائد الفيوتشر بتاع ال 1000 جنيه. الفيوتشر بتاع ال 2000 جنيه ده اللي احنا لسه حاسبينه اللي هو 2928.2 زائد الفيوتشر بتاعه ال 2000 جنيه 1000 جنيه هحسبها بنفس القانون 1000 في 1 بلس اي اس ان، والاي دي بكام؟ 0.1 بس الان بكام بقى؟ ب2 الان مش باربع سنين، الان هي المسافه دي بس كده، فالان دي ساعتها باتنين. انا بقى كان ممكن يبقى عندي 50 مبلغ وبجيب لهم كلهم فيوتشر وامسك واحده واحده احسبها باني قانون؟ بنفس القانون بتاعنا ده. هل ده فيه مشكله؟ تمام. طب ينفع يطلب مني العكس؟ طب هو لما حد يسحب بقى، يعني يسحب فلوس، يعني يسحب فلوس يعني مثلا يكون هو بادئ ب 2000 وياخد منهم 1000 مثلا. هنعمل كل حاجه دلوقتي، بس انا عايز امشي معاك ستيب باي ستيب. خلينا في الجزء الاولاني ده كده، ايدينا في ايدين بعض وهنتفرج على كشف لو دياجرام اشكيف كمان شويه، بس مبدئيا خلينا نخلص الخطوه دي اللي هي ايه. بص يا سيدي، انا قلت لك الراجل جه هنا في السنه زيرو ديت حط مبلغ انا مش عارفه سميته بيه، وفي السنه الرابعه خد 2928.2 وكانت الفايده بتاعته 10%. هل تعرف تقول لي الراجل ده كان حاطط كام؟ عكس المعادله على طول هيطلع لي 2000 برضه. يعني ايه عكس المعادله؟ هعمل انيكواليتي، ما هو الناحيه دي بدل ما انا بحط بالبي وبعوض بيه هعمل العكس اخليها كل بالظبط كده. بالظبط كده، انا كنت اقدر اساسا اطلع لك ايكويشن شكلها جديد، لكن هي لا طبعا لا جديده ولا نيله، بتقول لك ان البي هتساوي اف على 1 بلس اي اس ان. تعرف انا عملت ايه في الايكويشن؟ يعني بدل ما البي الاف كانت بتساوي بي في 1 زائد اي اس ان، شلت اللي قدام البي حطيته تحت الاف، وبناء عليه هيطلع لك المبلغ ده بكام؟ 2000. ال 2000 جنيه اللي احنا كنا لسه حاسبينها. انا اقدر لو عندي الفيوتشر فاليو بتاعت الفلوس احسب لك البريزنت فاليو بتاعتها، ولو عندي البريزنت فاليو بتاعت الفلوس احسب لك الفيوتشر فاليو بتاعتها. هل ده فيه مشكله؟ وانت بتحسب الفيوتشر انت بتطلع لقدام ولا بترجع لورا؟ بطلع لقدام. بطلع لقدام. فمبدئيا النيوميريكال فاليو بتاعت الفلوس بتزيد طبعا. انت كنت هنا 2000
بقت هنا كام؟ مش ممكن لما اجي احسب يطلع الرقم اللي هو بعد اربع سنين دوت اقل من 2000، صح كده؟ يعني ممكن اجي احسب اللي بعد اربع سنين ده قال لي 1800 مثلا، ينفع؟ لا، لو يعني لو في انفليشن. لا 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 لا، هو كده كده الحسبه ديت ملهاش علاقه بالانفليشن. اوكي، انا مش بتكلم في الحاجات اللي هتشتريها بالفلوس. انا مش بتكلم كده، انا مش بتكلم في ده بالسالب. كنت اقدر اشتري بيه باللحمه، اشتري بيه 5 كيلو لحمه، فده هشتري بيه 7 كيلو لحمه ولا 2 كيلو لحمه، ده مش في حساباتي دلوقتي. انا اعتبر ان الانفليشن ده مش موجود. لكن مبدئيا السؤال بقى اللي انا عايزه ينزرع جوه دماغك، مين الاكبر، ال 2000 جنيه دلوقتي ولا ال 2928.2 بعد اربع سنين، علما بان الفائده 10%؟ المفروض الاثنين ايكوال كده، لان الفائده مش المفروض. مين اللي بيقول المفروض؟ انا بقول الاثنين ايكوال. يعني اسمك ايه؟ انا عمرو. عمرو تقول الاثنين ايكوال. بالظبط بالظبط. يبقى ردك على السؤال ده زي ما اقول لك ايه، ايه رايك يا استاذ عمرو، ال 10000 جنيه اكبر ولا ال 10000 جنيه اكبر؟ انت هتقول لي ايه ساعتها؟ الاثنين قد بعض اكيد. الاول هتقول انت عبيط، صح؟ لان ما فيش حاجه اسمها ال 10000 جنيه اكبر ولا ال 10000 جنيه اكبر. انا بقى عايز يبقى انطباعك نفس الانطباع تجاه ال 2000 جنيه بتاعت دلوقتي وال 2928.2 بعد اربع سنين لو الفايده بتاعتي 10%. انت عارف انا بقول لك ليه الكلام ده يا عمرو؟ نفترض ان في واحد انت ليك عنده 2000 جنيه، ليك عنده كام؟ 2000 جنيه. فقال لك ايه رايك يا عمرو، اديك 2000 جنيه النهارده ولا اديك 2500 كمان اربع سنين؟ تقول له ايه؟ 2000 جنيه النهارده، لانها اكبر من 2500. مش هقول بقى ان كمان اربع سنين ال 2500. انا في واحد قبل كده قلت له ايه، طب يديك 2000 جنيه النهارده ولا 3500 جنيه بعد اربع سنين؟ 2000 جنيه النهارده. هو قال لي 2000 جنيه النهارده برضو كده. ليه بقى؟ لان هو كان عبيط. لا انا هاخد فلوس النهارده خلاص، يحيني النهارده بالظبط. وقسما هو قال نفس الكلمه، قال لي ايه، قال لي بص يا ريس، يحيني النهارده وودي بكره، وانا ضامن ان هو عيش اربع سنين وبتاع. بالظبط. خلي بالك بس، امر الله ما لناش دعوه بيه. هو احنا حسبنا الفاليو بتاع الفلوس دي ازاي يا دكتور معلش؟ الايه الفاليو نفسه؟ يعني انا حسبت ان هو بعد اربع سنين هو نفس الفاليو بتاع من اربع سنين، هو 2000 جنيه بلس انترست. ما انا 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 المفروض انا مش هدخل في حساباتي حاجتين. مش هدخل في حساباتي ان في انفليشن ريت، يعني انا بفترض ان ده ثابت، هو بس يا دوب المعدل بتاع الانترست ريت اللي شغال دوت. ومش هدخل في حساباتي امر الله ان انا هموت ولا هو هيموت، دي قصه ثانيه ملناش فيها. انا بس عايزك تقارن ما بين ال 2000 جنيه وال 2900. لو قال لي هديك بعد اربع سنين 3500 اخدهم احسن، اقول له هستناك بعد اربع سنين، بعيدا عن امر الله يا جماعه ان انا ممكن اموت. حلو كده. وعايز لما اقول لك 2000 جنيه ولا 2928 بعد اربع سنين بفايده 10% بالظبط، يبقى انطباعك او ردك عليها زي ما اقول لك تاخد 10000 جنيه ولا تاخد 10000 جنيه. حلو ديت؟ تمام. دي نفس قيمه الفلوس. على فكره هرجع تاني وانبه، ده ممكن يكون في الحياه نتيجه معدل التضخم هو مختلف. فاهمين حاجه؟ طب دكتور معلش انا عندي سؤال. اتفضل. هو كده حضرتك حاسب ان معدل التضخم 10% برضه، فمش هتفرق ولا ايه بالظبط؟ يعني ليه مش هتفرق؟ كما لو كان الفايده اللي زادت دي بالظبط قد معدل التضخم دي بالظبط. كما لو كان ال 2000 جنيه دول هيجيبوا لي 10 كيلو لحمه دلوقتي، وال 2928 دول هيجيبوا لي 10 كيلو لحمه كمان اربع سنين. فاهم حاجه؟ فهمت. وارد بقى براكتيكال في الحياه ان ال 2928 دول بعد اربع سنين يجيبوا 6 كيلو لحمه، او يجيبوا 2 كيلو لحمه بس. دي قصه ثانيه انا مش عايز اخش فيها دلوقتي. خلي بالكم احنا المفروض لما نيجي ندرس ويكون عندي فاكتورز كتيره بتتغير بيبقى صعب. كل ما يكون عندي بارامترز كتيره داخله في الحسبه بيبقى الموضوع صعب عليك. انا الاول عايز اتعلم قواعد الحساب وبعدين بقى نبتدي نخش في التفاصيل بتاعت ايه. على فكره هو مين قال لك ان الفايده هتفضل ثابته اربع سنين؟ ده في حاجه اسمها الفايده هتفضل ثابته اربع سنين؟ حد فاهم حاجه؟ لا مش شرط تبقى ثابته يعني. بالظبط كده. بس احنا الاول بنتعلم
نحسب بفايدة ثابتة. لو ما اتغيرت في النص هنبتدي نحفرك بعد كده، بس مبدئيا انا عايز اتعلم القواعد. هرجع تاني القانون اللي احنا حاطينه ده. دكتور انا عندي سؤال. طبعا. لو احنا افترضنا ان كل حاجة ثابتة بالانفليشن ريت بكل حاجة، والألفين دلوقتي بيجيبوا 5 كيلو، والألفين 900 كمان 4 سنين هيجيبوا 5 كيلو برضو. يعني انا اجيب الخمسة كيلو النهاردة واخلص النهاردة وكله ممكن. لا لا مش كده. انا هو يعني على حالي يعني بتاع. ان يعني الـ purchase power ليه بتاع الألفين 900 قل لو كل حاجة ثابتة؟ ما مين قالك انها قلت؟ بس في الحياة دلوقتي بيقل. خلي بالك. لا ما هو كده قل يعني مش يعني الألفين 900 النهاردة هيجيبوا 5 برضو، هيجيبوا 5 كيلو، مش هيجيبوا 5 كيلو، هيجيبوا اكتر. بس كمان 4 سنين هيجيبوا 5 كيلو، فكده الـ purchase power بتاع الفلوس قل نفسه. ما هو لان في 10% من معدل تضخم هو اللي انت عوضتها بالانترست ريت بتاعك. بس هل البنك بقى بيديك معدل فايدة قد معدل التضخم؟ لا بيبقى اكتر المفروض. لا لو ده اكتر يمشي. لو بيديك اكتر ما يلعبش على فكرة، يروح يقفل. فاهم حاجة؟ يعني بقول لك اديني اقل. انا بقول لك ده المدخل، ده المدخل اللي الناس دخلت منه عشان تحلل فايده البنك. قالت لك انا لما بحط ال1000 جنيه في البنك ويدالي 1100 كمان سنه، ال1100 كمان سنه دول اقل من ال1000 جنيه اللي كانوا معايا. يعني الحاجات اللي هقدر اشتريها بال1100 كمان سنه اقل من الحاجات اللي كنت اشتريها ب1000 جنيه من سنه، وبناء عليه تبقى حططاني الفلوس في البنك ما جريليش فايده، ما زودليش فلوسي، تمام كده؟ وبناء عليه يبقى ده مش ربا. شفت هم دخلوا لها منين؟ فهمت حاجة؟ فهمت. هل البنك بقى ممكن يديك معدل فايدة أعلى من معدل التضخم؟ مستحيل. لا يقفل يا عم، بقولك هجيب منين؟ ده هو بيلعب دايما على حتة الفرق ده. فوضعان الفلوس في البنك مش هيخلي الفلوس بتاعتي تحتفظ بقيمتها، بس على الاقل على الاقل مش هيتخليها تنزل بقيمه كبيره. فاهم حاجه؟ يعني مش هيخلي بس البيرتشيس باور بس يعني انا معايا 1000 جنيه النهارده هشتري بيهم 10 كيلو لحمه، حلو كده؟ كان عندي اختيارين، هحطهم في البنك فاخدهم بعد سنه 1100 هيجيبوا لي 9 كيلو لحمه بس، حلو كده؟ طب ماشي، لو كنت سبتهم في البيت في الدرج كان يجيبوا لي كام كيلو لحمه كمان سنه؟ كان يجيبوا لي 8 كيلو لحمه. فكان البنك بدل ما كنت هشتري سعرها بتغلى ما بيقلش بالظبط، او حاجه اللي هو ذهب بقى، بترول، بيت، بتاع ارض كده، ده امر الله، دي قصه تانية بقى ديت. احنا كده دخلنا في 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 في, في برنامج النصح الالكتروني. انا مش بتكلم في ده دلوقتي، مش قصدي على فكره برضو فكره تجيب بيهم ايه ديت مش مضمونة على فكرة. الذهب بيطلع على طول، بس الأغلب بيطلع يعني الأبيض طالع. يا ريس، حد منكم يخش على النت ويبص على الكيرف بتاع الذهب. الذهب قعد 10 سنين أو 15 سنة اللي اشترى ذهب معرفش يجيب فلوسه. طب الأراضي حاجة؟ طيب إيه الأراضي؟ هو انا ليه حاسس ان انتوا جايين تقلبوني وعايزين نطلع اي مصلحه وبتاع؟ انا بطلع مصلحه بس مش قصدي يعني. انتوا فهمتوا المطلب غلط على فكره، انتوا فهمتوا المطلب غلط. خلي بالك، ما انا قصدي الدراسه الاقتصاديه للحاجه. يعني لو البشر اجمعوا ان الحاجه ديت اكيد سعرها هيزيد بعد الوقت معين، فيبقى خلاص مش محتاجين نوجع دماغنا في بدائل اقتصاديه. لكن كل حاجة فيها ريسك. الدهب ذات نفسه بقول لك، لو حد بص على كيرف الدهب كده هيلاقي عمل الشكل اللي أنا بعمله لك ده كده. يا دكتور عندي سؤال بس. خليني بس أوضح للراجل الشكل دوت. هو كان بيطلع كده وبعدين نزل وعمل كده بعد كده. فلغاية هنا كده الحتة دي كده الفترة الزمنية ديت اللي اشترى دهب هنا النهاردة كسبان ولا مش كسبان؟ النهارده كسبان طبعا، كسبان بس كان عقده مثلا بتاع 10 سنين. 10 سنين لا بينزل على فكره، بينزل. وما تبصش على سعر الذهب بالجنيه،
لان الجنيه نفسه مش ثابت بيتغير. حد فاهم حاجه؟ يعني احنا بالنسبه لينا سعر الذهب بالجنيه لو حبيت ارسم الكيرف بتاعه الكيرف ما بيفكرش طالع 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 ما بيفكرش اساسا ما يعني ما بياخدش يودي معاك سايبك وماشي. فده مش الجنيه بيقل برضه. ما هو بالظبط ده مش حقيقي. قيسوا على حاجه ثابته واثبت حاجه عندنا هي الدولار. تمام كده؟ قولوا. طيب مين بيسال؟ انا بس. اللي انا فهمته يعني ان دلوقتي مثلا لما يكون مثلا دوله فيها نمو اقتصادي فبيحصل ان التضخم بيقل فالبنك بيضطر يقلل معدل الفايده بتاعته. ده صح؟ صح. عشان يواكب الموضوع عشان يفضل هو يعرف يكسب. ايوه عشان كده احنا برضو دي نقطه ثانيه. هو فايده البنك عندنا ثابته ولا بتتغير؟ لا بتقل كل شويه بتقل او تزيد على فكره. يعني حد منكم بيشوف الخبر اللي ساعة تطلع في تريدون لك ايه؟ البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة مثلا، أو البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة مش عارف ل 30 نقطة أساس مش عارف ايه بمعدل 1%. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ أيوة. هو لازم يتحرك مع السوق، بس هو دايما البنك لازم يبقى ضامن ان معدل الفائدة بتاعته تضمن له ان الحاجه اللي انت هتشتريها بالفلوس كمان سنه لازم تبقى اقل من الحاجه بتاع السنه دي. فاهمين حاجه؟ ايوه. وزي ما قلت لك ده المدخل اللي الشيوخ قرروا منه او 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 بصوا منه لفكره ان فلوس البنك مش ربا او فايده البنك مش ربا. لان اصلا تعريف الربا هو كل قرض جرى نفع، هو اصلا ما جرش نفع. قلت لي ده انا كان معايا 1000 جنيه بقوا 1100، قلت له لا، لو جيت تقيمهم ذهب مثلا ممكن تلاقيها ما زادتش. حد فاهم حاجه؟ ايوه. انا طبعا يعني انا عايز اقول لكم بالامانه والله انا مبسوط جدا من هذا النقاش، لان انا في محاضره تانية كان بيبقى النقاش في حته تانية خالص بحاجات تشل يعني. بس تعالوا نوصل. بس انا عايز اوصل معاك لايه بقى؟ ركز معايا. الحتة اللي كنت بسأله فيها من شوية، الراجل بقى كان عمال بيتنطط. قلت لي يعني ايه عمال يتنطط؟ يعني جه هنا حط 2000 جنيه وجه هنا قام حاطط 1000 جنيه وجه هنا سحب 2500 وجه هنا حط 1500 وجه هنا سحب 3000. ودي كانت سنين، وده 1 2 3 4 5 6. وحد سألني في السنة السابعة ياخد كام؟ أو السؤال الأحلى بقى، أنا دلوقتي بعرض عليك هذا المشروع اللي أنا بعرضه عليك دوت مشروع، حد يعرف يقول لي أنا بقول لك ادفع كم مرة؟ دكتور هو مش المفروض في الحته دي لازم بيديني يعني عدد سنين معين ان انا ما اقصرش فيها الشهاده بتاعتي؟ لا ده مش شهاده، ده مش شهاده. خلي بالك انت طريقه الايداع في البنك عندك حاجتين، يا اما بتودع شهاده فبيبقى فتره ثابته تمام كده، يا اما اللي احنا بنتكلم فيه ده سنجل بايمنت، حساب بتحطه وتشيل منه، حساب كأنك فاتح حساب توفير. خلي بالك احنا هنكمبير بفايدة البنك الايه؟ ما بيزيدش الفايدة اللي هو حساب التوفير. الشهادة بس ايه اللي بيبقى ليها؟ لا مين قالك ان حساب التوفير ما بيزيدش الفايدة؟ ليه؟ مين قالك ان حساب التوفير؟ على فكرة لو فايدة الشهادات حاليا فعلا كأرقام، يعني حد عارف فايدة الشهادات دلوقتي كم؟ 11.5% في البنك. 11 هتلاقي التوفير مثلا على حسب بقى نوعه، يعني في حاجات هم دلوقتي رابط الفايده بتاعه حساب التوفير بتاعك بالمبلغ اللي في حساب التوفير. فاهم حاجه؟ ايوه يعني مقسمينها فئات، يعني كل ما فلوسك تزيد يزود لك الفايده. تعال نقول مثلا
ان في اعلى فئه الفايده هتلاقي 6-7% على فكره. فاهم حاجه؟ لكن ليها فايده. إيه انت ممكن بقى وانت بتعمل دفتر توفير واحد يقول انا مش عايز ارباح. لو انت بتفتح دفتر توفير في مكتب البريد بيديك اوبشن انت عايز بالارباح ولا من غير ارباح، فبيجي زبون طيب يقول له لا انا مش عايز ارباح، فطبعا انت بالنسبه للمكتب ساعتها اهلا وسهلا يعني. لكن احنا هنقول ان في فايده، خلي بالكو ان الفايده دي بعد كده مش هتبقى فايده بنك، دي هتبقى كومباريزون ما بين فايده البنك ومشروع انا شغال فيه. بس لو انا حبيت منكم حد يقول لي يحكي لي الراجل دوت دفع ايه وخد ايه، تعرف تحكي لي؟ يعني لو ده مشروع انا بعرضه على واحد، فكان انا عايز اقول له ايه؟ هو دفع حط الاول، قلت له هتحط 2000 جنيه في الاول وبعدين بعدين حط بعد سنتين كمان سنتين هتحط 1000 جنيه وبعدين سنه ثالثه امتى هتحط 2500 هتاخد 2500 وفي السنه الرابعه حط 1000 ونص بعدين في الخمسه سحب 3 اللي هو كده في عجز 500 جنيه اصلا. هو دلوقتي سحب اكتر من دفع فايده، سحب اكتر من دفع 5500 يعني. سحب حط جنيه 4500 مين اللي بيتكلم؟ مدسر. الله يخليك بيتك يا مدسر. انا وهو بنقول نفس الحاجه. هو في انترست يا دكتور. مده لما تلاقي ماده معايا ما تجيش. ليه كده؟ دلوقتي يا عم مده. ده اصلا كل اللي احنا بنحكي فيه النهارده ده كل اللي احنا بنحكي فيه النهارده ده اسمه التايم فاليو اوف ماني. ان الامور ليست كما تبدو لك. يعني تعالى مثلا نبص هنا، انا اللي هعمله ده طبعا انا مش عايزك تعمله، اللي انا هعمله ده كلام متخلف حلو كده. انا بعمله ليه دلوقتي؟ عشان افهم صديقي مده. بس مده ال 2000 جنيه ديت بعد اول سنه هتبقى كام؟ اضربهم في 112% ف رقم يا معلم، قول لي رقم ثانية. طب اجيب الكالكوليتر. حاضر ماشي انا معاك. حد بيحسب؟ انا حسبت كام؟ انا حسبت كله على بعضه ولا ايه؟ لا لا انا عايز ال 2000 جنيه بعد اول سنة. 2240 وكمان سنة مدة كمان سنة. حاضر اضرب 1.12 تاني. ألفين وخمسمائة وثمانية بوينت تمانية يعني في السنة التانية الألفين جنيه دي بقت 2508. لما هو راح زود 1000 جنيه في نفس السنة هتزيد على 2508 صح؟ 2508 بقى الحساب فيه 3508 صح كده؟ تمام. بقى الحساب فيه 3508 بعد سنة بقى دول يبقوا كام؟ يبقوا 3929.859 في السنة دي بقى اللي وصل ل 3929 سحب 2500. اقسم لي من المبلغ ده كده 2500 يبقى 1429. زود عليهم فايدة سنة اللي هي 1.12% ١٤٩ بعد سنة هيبقوا كام؟ ١٦٠١.٥ في اللحظة اللي بقت ١٦٠١ ديت حط هو ١٥٠٠ جنيه كمان بقى معاه كام؟ بقى معاه ٣١٠ ٣١٠ حط عليهم فايدة سنة اللي هي 12% ٣٤٣٣ فالسنة اللي كان بيسحب فيها 3000 يا مدة كان حسابه كام؟ 473 جنيه المفروض سحبه ما يبقى 473 جنيه بالظبط. طب ما انت كنت بتقول هيبقى معجز معاه 500 جنيه. انا سرحت اتلخبطت. 500 جنيه ده يا مدة لما كنا انا بدي خالتي تحسب فاهم اللي هي ايه؟ 2000 يا اختي و1000 و1500 يبقى كده 4.5 وسحب 5 تبقى كده ايه 5.5 يبقى كده الفرق ايه؟ فرق 1000 جنيه ولا فاهم؟
احنا 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 بنتعلم اصلا ان في حاجه اسمها التايم فاليو اوف ماني. اللي انا حسبته معاكم ستيب باي ستيب دوت دي حسبه متخلفه عقليا. احنا مستحيل يكون هنحسب كده مستحيل يكون هنحسب كده. بس انا بس عايز الاول احسبها بالحسبه العبيطه ديت اللي تقرب الموضوع لمخك. لكن انا مثلا لو عايز اعرف قيمه الكلام ده بعد 7 سنين فانا هعمل ايه؟ مش انت كان عندك قانون بيحسب لك الفيوتشر فاليو؟ هحسب الفيوتشر فاليو بتاعت ال 2000 جنيه بعد 7 سنين اعرف ولا ما اعرفش؟ اعرف اعرف. واحسب الفيوتشر فاليو بتاعت ال 1000 جنيه عند السنه السابعه. بس دي مش هتكون قعدت 7 سنين، هتكون قعدت كام؟ بعد 5. هعوض في القانون بالان بتساوي 5. واحسب الفيوتشر فاليو بتاعت ال 1500 عند السنه السابعه، هتكون قعدت كام سنه؟ 3. وكل دول في نفس الاتجاه اللي هو بيدفعه ولا بيطرح منهم بلا انا سحبته؟ لا مش هطرح منهم اللي انا سحبته، ده اللي انا سحبته هو كمان احسب الفيوتشر فاليو بتاعته في السنه السابعه. فاهمين حاجه؟ ايوه. هو بحاسب قيمه ال 3000 جنيه دي عند السنه السابعه اللي هو فايده سنتين، بس دوت مع اللي انا كنت بحسبه ولا عكسه؟ ماينس بقى. ماينس. واحسب ال 2500 دي عند السنه السابعه. ماينس. فيطلع لي في الاخر هو ليه فلوس ولا عليه فلوس. فاهمين حاجه؟ تمام. انت كنت طلعت الفلوس كام يا مده؟ 700 جنيه؟ 473. 473 دول لو ضربتهم في فايده سنتين هيطلع لك اللي احنا هنحسبه دلوقتي دوت. المفروض. بس انا ما مشيتش ستيب باي ستيب. لا ده في حاجه تانية احلى بقى. الراجل ده قال لك انا عايز اريح دماغي. يعني ايه عايز اريح دماغي؟ يعني بدل ما تقول لي هات 1000 هات 2000 جنيه دلوقتي و1000 جنيه كمان سنتين و1500 جنيه كمان 4 سنين وهتديني مش عارف 2500 جنيه كمان 3 سنين وتديني 3000. لا 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 انا عايزك تقول لي كده من الاخر كده ادفع لك كام دلوقتي شاكب ريك؟ تعرف تحسب له يدفع كام؟ يعني هو عايز يقول لي بدل ما تعمل لي الكاش فلو دياجرام دوت انا هديك الفلوس كلها دلوقتي. يعني ممكن نطرح فايده سنه من ال1000 جنيه وفايده 4 سنين من ال1500. لا مش هعمل كده بقى مد. حاجه أرجع. اسهل كتير جدا. قال لي بص انت لو عندك فيوتشر فاليو بتعرف تحسب البريزنت بتاعتها؟ بقى لي قانون البريزنت بيساوي اف على واحد بلس اي بس ان بس ان. فهتعمل ايه؟ كل المبالغ اللي عندك دي هجيب لها بريزنت فاليو. يعني انت في عندك كم مبلغ في الكاش فلو دياجرام دوت؟ 5 مبالغ. تعالى واحد واحد. الراجل ده ال 2000 جنيه البريزنت فاليو بتاعتها بكام؟ نحسبها زيرو. لا ب 2000 جنيه النهارده قيمتها كام النهارده؟ 2000 جنيه. طب ال 1000 جنيه اللي كمان سنتين دوت قيمته كام النهارده؟ في 700 وشويه حاجه كده يعني رقم اقل. هحسبها ازاي؟ هنحطه في القانون ونجيب بريزنت فاليو. حطه مكان فاليو صح كده. طب وال 2500 نفس الكلام بس باشاره ماينس. اشمعنى؟ مش انسحب هتتعكس. لا ده 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 فلوس خدتها عكس. انا مش فكره مين الماي. خلي بالك ان في الكتاب بيعمل الفلوس اللي تحت ماينس والفلوس اللي فوق بوزيتيف. لا لا انا هخلي الفلوس اللي تحت في ناحيه والفلوس اللي فوق في ناحيه بس انا مدرك ان الاثنين دول ما بيجيبوش على بعض. يعني لو جيت تقول لي المحصله هطرح الاثنين من بعض واشوف هتطلع في صالح مين. ايه الميزه بان انا اجيب كل البريزنت بدل ما اجيب كل الفيوتشر؟ عايز حد يكون ذكي يلمحها. مش هحسب ال 2000 يعني. لا هحسب بتاعت السبع سنين دي. لا وانت بتحسب الفيوتشر تاني ايه الميزه في ان انا احسب البريزنت فاليو بدل ما احسب الفيوتشر فاليو؟ عشان انا احسب الفيوتشر فاليو الراجل مش هنستنى هناك عشان يدفع ويدفع دلوقتي. انا عايز البريزنت. لا لا ما احنا اتفقنا الاثنين يبقوا زي بعض يا مده. بس خلي بالك انا هحتاج احطه في الاول عشان موضوع ان هو يسحب في النص ده ما بيكونش عارفه يعني اعتقد. يعني
لا في حاجه لا لا هم اعرف فلوس في الوقت كفاليو كفاليو الاثنين واحد. بس خلي بالك وانت شغال بالقانون بتاع البريزنت ال 2000 ال 1000 جنيه ده هتحط الان بكام؟ 2. طب وانت عند ال 2500 هتحط الان بكام؟ 1 3 3 عند ال 1500 هحط الان بكام؟ انا عشان ما احطش الان بسالب يعني ولا ايه؟ باربعة. لا انت دايما عشان ما تلخبطش في الان عشان ما تلخبطش في الان لان عند الاف بقى انا بطرح يعني عند الاثنين احط الان بخمسة وعند الثلاثة احط الان باربعة وعند الاربعة احط الان بثلاثة. فاهمين حاجة؟ ايوه انا نفسي دي توصل لكم لان دي وصلت هتفك لنا مشكلة كبيرة. ممكن تلعب مدة اطرح الاثنين من بعض ايوه دكتور. الثلاثة الاف جنيه ديت لو هي عند السنة الخامسة لو انا بحسب لها الفيوت البريزنت بتاعتها اعوض بالان بكام؟ خمسة. ان بخمسة عادي جدا. بينما عشان احسب لها الفيوتشر عند السنة السابعة احط الان بكام؟ سبعة من اتنين وعم يحط احسب سبعة ناقص خمسة عشان ما تلخبطش يعني ما احطهم من الاول وخلاص. بالظبط كده. طب افرض اصلا ان هو في المسألة طالب مني الفيوتشر عند السنة السابعة قلت له اهلا وسهلا هروح احسب البريزنت برضو. حلو كده؟ وبعد ما احسب البريزنت كله 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 انقل بقى الرقم ده. مش انت قلت لي مثلا البريزنت ده طلع 940 جنيه مثلا. مش ال 940 جنيه ديت ايكويفالنت لكل الهيصه اللي في النص؟ صح. اعملها بقى لمده 7 سنين بقى اخد بقى ال 940 اعملها 7 سنين ونشوفها بكام. فهمنا حاجه؟ تمام. انا حاسس ان شكل البورد بقى ملحوش شويه ولا شويه ولا طيب انا بس عشان احيانا ببقى خايف انك تكون انت وقعت في النص. يعني وقعت في النص يعني فهمت نص الكلام ونص التاني لا. فانا هعمل هنا كده معلش ده كده ال 2000 جنيه احنا كنا عاملين في السنه الثانيه 1000 وفي السنة الثالثة 1500 وفي السنة الرابعة سحبت 2500 وفي السنة الخامسة احنا كنا عاملين كده. وقعد بقى ليه في السنة التانية حط 1000 وفي التالتة سحب 2500 وفي الرابعة حط 1500. احنا قلنا الاي كانت ب 12%. معلش انا عايزكم تحسبوا دلوقتي وتقولوا لي البريزنت فاليو بكام وتقول لي الفيوتشر فاليو عند السنه السابعه بتساوي كام. ممكن نطلع ارقام عشان يبقى الموضوع اتقفل. بس شباب انتوا معايا ولا فصلتوا؟ البريزنت ده امتى يا دكتور؟ معاك يا دكتور. البريزنت ده اللي هو عند السنه زيرو. تمام. لها قيمه ال 3000 وقيمه ال 2000 وكده في كل الحاجات. كل الحاجات عند السنه زيرو. ممكن تقولوا لي البريزنت بكام والفيتشر بكام؟ يعني هو مش البريزنت ده تقريبا مش هنحتاج نحسبه عشان هو جيفن ولا اللي هو ايه؟ ده عايز ده البريزنت بتاع 2000 جنيه اللي جيفن. لكن البريزنت بتاع ال 1000 انا عايز البريزنت فاليو بتاعت كل الهيصه.
تمام. انت البريزنت بتاعت 2000 عندك هي البريزنت، لكن البريزنت بتاعت ال1000 797. ما عايز بقى البريزنت بتاعت كل الهيصة. انا عايز كما لو كان كل الكلام ده هيتنقل او استبدله بقيمة واحدة بس هنا. قول لي القيمة دي تبقى كام. حد يطلع ارقام دكتور 268. ماشي، عايز حد ياكد لنا 268.7 بونت كم؟ 739. خليها 0.4. الرقم ده طلع معاكم يا جماعه؟ تمام يا دكتور. صح، دول قيمتهم كام بقى بعد 7 سنين؟ 594.09. مظبوط. 594.01. اللي طلع الارقام دي كده زي الفل. في حد عطلان؟ في حد عطلان يا جماعه؟ لا يا دكتور. تمام. طيب ناكد بس المعلومه بايه، بحاجه تانية عبيطه كده. حد يعرف يشرح لي اللي انا كاتبه ده معناه ايه؟ حضرتك عايز تعرف الفيوتشر فاليو بتاعت الهيستوري بتاعي بعد خمس سنين. هو البدايه ديت ال 10,000 اللي في الاول ديت فلوس اتاخدت ولا اتدفعت؟ اتاخدت. واحد راح البنك خد منه 10,000 جنيه ده كارد يعني؟ خد منه كام؟ 10,000. خد منه 10,000 جنيه وبعد 3 سنين سد من ال 10,000 دول، سد 3,000 جنيه بعد 3 سنين وسد بقيه المبلغ في السنه الخامسه. حد يعرف يقول لي سد كام في السنه الخامسه؟ هو النسبه كام معايا في فايده القرض ولا مش هنحسبها؟ 10%. هنعمل ايه؟
نعمل العشر تلاف فواحد زائد عشرة زائد 10% أس ثلاثة صح مدة أيوة ده اللي أنا كنت بشرحه لك بقول لك مش عايزين نعمله تاني أنا كنت بعمله عشان نتعلم يبقى نرجع بقى كله لحد ال خلي بالك مبدئيا مبدئيا الإكس دي بسبعة 7000 جنيه لا ده لو ايه ده لو يعني امتى تبقى ب 7000 جنيه طب احط الفلوس تحت السرير او مديها لخالتك بالظبط تمام كده لكن احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه قلت لي بص يا معلم هجيب البريزنت فاليو بتاعه ال 3000 تطلع بكام ديت تطلع بكام 2253 اكتبها كده 3000 على 1 زائد 0.1 قص كام 3 قص 3 واجمع عليها البريزنت فاليو بتاعه الاكس اللي هي اكس على كام 1 زائد 1 زائد 0.1 على على 5 باور 5 قص 5 والمفروض بقى مجموع الاثنين دول في البريزنت يبقوا كام 10000 يبقى 10000 حد يعرف يقول لي بسرعه الاكس هتطلع بكام 12475.1 مظبوط 12000 كام 475.1 يعني الراجل يا جماعه ياخد 10000 وبعد ما يسد لك 3000 تقول له روح ادفع كمان 12000 افترى لا مش افترى عشان في حاجه اسمها تايم فاليو اوف ماني يا مدسر تايم فاليو اوف ماني تايم فاليو اوف ماني فاهمين حاجه صدقوا ان ديت ممكن تبقى مساله في الامتحان ده هديه ولا ممكن لو يعني كويز ولا امتحان ايه يعني والله صدق والله والله هو الموضوع كده بركه يعني انتوا النهارده هتقعدوا في السكشن كله في التوتوريال تحلوا مسائل على ايه على السنجل بايمنت ديت زي ما قلت لك ايه اسهل حاجه عندي يا عم هات لي كله بريزنت ونتكلم في البريزنت فاهمين حاجه طيب بص المساله ديت السنجل بايمنت ده انا اقدر احل بيه اي مساله اي مساله في الدنيا حد منكم خد سيركتس في السيركتس كنا بناخد حاجه اسمها قانون اوم وكي في ال وكي سي ال قانون اوم وكي في ال وكي سي ال دول يحلوا اي مساله في الدنيا لكن اللي عملناه بعد كده لما خدنا طرق زي المش والنودل والسوبر بوزيشن مش عارف ايه انت بتتعلم حاجات تسهل الدنيا ولا تصعبها سهل سهل الدنيا بص معايا بقى على هذه المشكله انا كان عندي كشف لو دياجرام مكتوب لي هنا مبدئيا ركز في ديت مكتوب لي مانت يبقى اللي هتحط هنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شهور قال لي 1 2 3 4 وبعدين كمل 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 لما اقطع لك فيه كده معناه ان الكلام ده مكمل وبعدين 59 60 وفي كل شهر كان الراجل ده بيدفع 1000 جنيه حلو كده طلع حلو كده وكانت الفايده بتاعته 12% قلت لي تمام انت دلوقتي الراجل ده بتطلب منه ايه بناء على الكاش فلو دياجرام دوت انت بتقول له ايه دلوقتي كل حضرتك بتقول لحضرتك هتقعد معانا هتقعد معانا 60 شهر 60 شهر كل شهر هتدفع كام 1000 جنيه الراجل قال لك لا انا مش عايز اوجع دماغي قول لي ادفع لك كام النهارده وامشي يدفع كام
هو احنا ممكن نخلي الشهور دي هي الاي دي فايده سنويه فايده سنوية. احنا قلنا بقى طالما ما اتكلمش يا مده تبقى فايده ايه سنويه مع ان الكاش فلو دياجرام ماشي شهور قال لي ماليش علاقه بس انت عشان تعرف تحسب بالقوانين مش القانون كان بيقول لك مثلا الاف بتساوي بي في واحد زائد اي قص ان قلت لك قبل كده لازم الان دي تمشي مع الاي دي يعني ايه يعني لو بتكلمني في شهور لو بتكلمني في شهور تبقى الاي بتاعت الشهر لو بتكلمني في سنين تبقى الاي بتاعت السنه اقل بالشهور سنين انا عندي 60 شهر ثانيه واحده بس انا عندي مشكلتين دلوقتي اول مشكله لو سيادتك اتعاملت مع الموضوع ده as a single payment single payment انت محتاج تحسب كام ترم 60 ترم ادي اول ترم حلو كده محتاج احسب كام ترم 60 ترم ومع كل ترم بتحسبه مثلا الترم الرابع ده كنت هتحسب البريزنت بتاعه ازاي كنت هتقول لي 1000 على 1 بلس اي قص 4 الاربعه ديت 4 شهر ولا 4 سنه شهر فيبقى الاي ده مش ال 12% يبقى الاي ده بتاع مين ده يبقى 12% على 12 صح الله ينور عليك الله ينور عليك اه بص انا دايما مده بيديني نموذج للاندفاع اللي انا بقول لك اوعى تعمل كده دلوقتي ابسط فكره هتيجي دي بالظبط يا مده عامله زي بتاعت ايه ال 10000 دفع لي 3 اديله كام قال لك اديله 7 لا هل بقول ممكن نعمل كده ما بقولش هو ده الصح هل لو الفايده بتاعتي 12% في السنه هتبقى 1% في الشهر لا طب مشكله ايه المشكله هي الفايده بتاعتك الفلوس يعني لا مش الفلوس بتختلف انا دلوقتي رحت بنك قصدي على كده قصدي ان هو في 1000 بتتحط والكلام ده فما ينفعش اخد على الفلوس دي كلها مثلا 1% لو خدت عليها 12% يبقى اكتر بكتير يعني هو كومباوند انترست يعني مش سيمبل يعني بالظبط كده ال 1000 بتتحط ويتحط عليها انترست ويتحط عليها 1000 كمان ويتحط عليها ايوه interest. وما بيتحطش على 1000 بقى الانترست بتاع السنه بيتحط أيوة. على 1000 الانترست بتاع كام بتاع الشهر انا أيوة. عايز اعرف ال 12% دي في السنه معناها كام في الميه في الشهر على حسب انا في الشهر الكام كل تعالى تعالى بس عشان اثبت لمده هذه اللعبه هسيب المساله دي دلوقتي ونلعب لعبه حلوه اصبر بس يا مده انا بسال عشان ما انت جاي تثبت لي فهسال عشان اعرف بس انا طيب انا معايا 1000 جنيه دلوقتي هاخدها في سكتين في سكه 12% في السنه و1% بير مانث حلو كده قلت لي حلو كده سهله ال1000 جنيه لو عملت عليها 12% في السنه في اخر السنه هتبقى بكام يا مده ال1000 جنيه لو 12% في السنه 1112 1000 تقريبا 1112 بين 1120 1120 ما تكتب بالكالكوليتر مده وريحت حاضر الناس عايز الألف في إيه معلش؟ الألف جنيه هزود عليها 12% في السنة أيوة تبقى 1120 تعال بقى نشوف لو أنا ابتديت أحط كل شهر فايدة 1% الألف جنيه بعد أول شهر هتبقى كام؟ ألف ومية بعد أول شهر ألف وعشرة قعدنا في سنة جبنا 120 جنيه نجيب في أول شهر 100 جنيه قول له النبي يا مده قول له ربنا يخليك والله انا متشكل لمشاعرك والله بعد اول شهر بقت 1010 طب بعد تاني شهر هي هتفرق 6 جنيه في السنه يعني يبقى 1020.1 ايوه 1020.1
طب ما تيجي نختصر ونقول بعد 12 شهر هتضرب في 1 زائد 0.01 قص 12 يبقى 1126 1106 سوري 1126.8 الرقم ده هو الرقم ده السبع جنيه يعني سبع جنيه مين هو احنا بنتكلم في السبع جنيه يا ابني هو انا عند ام مريم وجايب لك شاي مثلا فواقفين على مين اللي يحاسب انا عايز اوصلك لفكره تانية ان الواحد في المية في الشهر لا تساوي 12% في السنه وصلت دي بالارقام وصلت بالارقام ولا ما وصلتش تمام انا بقى عايز اعرف الواحد في المية في الشهر يطلع كام في السنه او ال 12% في السنه تطلع لي كام في الشهر هي دي الحسبه احنا مبدئيا اثبتنا ان هم مالهم متساويين مختلفين قال لي طب ماشي يا عم ماشي يا عم مش انت كان نفسك تعمل كده انت كان نفسك انك لو ضربت ال 1000 جنيه في 1 زائد الاي بتاع المانث قص 12 تساوي ال 1000 جنيه في 1 زائد الاي بتاع الير قص 1 مش دي الحسبه اللي انت كان نفسك تطلعها هناخد خلاص انا مش هاخد هو تاخدت خلاص يعني لو عايز تطلع قول لي 1 زائد اي بتاعت الير بتساوي 1 زائد الاي بتاعت المانث واسال نفسك هو المانث ده يتكرر كم مره عشان يعمل يير 12 يبقى هنا قص 12 وتبقى دي العلاقه واقدر دلوقتي لو اديتني فايده سنويه احولها لك لفايده يوميه تعرف لو انا عايز احسب الفايده بتاعت اليوم هعمل ايه 365 بدل بتاعت بقى اي بدل ما هي اي مانس هيبقى اي دي وبدل ما هي قص 12 هتبقى قص كام 365 طيب خلي بالكوا احنا لما بنيجي ندفع بره في الشركات في انواع من الاقساط اسمها اقساط نص سنويه اقساط نص سنويه دي اللي هي سيمي انوال يعني كل قد ايه 6 شهور كل 6 شهور طب لو انا مديك الفايده بتاعت السنه تعرف تجيب لي الفايده بتاعت الست شهور هنشيل ال 12 هنحط نص بار نص تقريبا لا باور 6 بدل 12 باور 6 وانت عايز الفايده بتاعت ايه تبقى اي نص سنه اي 6 طب بار 2 انا يبقى عندي هنا 1 زائد الاي بتاعت الير بتساوي 1 زائد الاي بتاعت ال 6 مانث واقول لنفسي هي السنه فيها كام 6 مانث 2 يبقى 2 لو كانت اقساط ربع سنويه عايز الفايده كل 3 شهور 4 يبقى 4 وضحت كده انا اصلا ايه اللي دخلني في الحته ديت اللي دخلني في الحته ديت اللي انت طلبته مني هنا دوت ان انا عايز احسب 60 حسبه فلو انا تخيلت انك هتاخدني على قد عقلي وتصبر على 60 حسبه 60 حسبه كانت هتقابلك المشكله بتاعه الاي بتاعه المنث قلت لي لا بعرف احسبه طب هل تقبل يا كابتن ان انت تقعد عشان تحسب واحده زي كده تحسب 60 حسبه مع العلم ان في حاجه هايله جدا المساله اللي فاتت كان فيها كام سهم فلوس كان فيها كام سهم فلوس المساله اللي فاتت فاكرين كان فيها خمس اسهم صح بس دي فيها 60 سهم بس في رابط ما بينهم حد يعرف ايه الرابط هو ثابت المبلغ ثابت على فترات ثابته المبلغ ثابت على فترات ثابته ما بيتغيرش طب هل في نوع من انواع البيمنت في الحياه كده فعلا لو قسط بتاع طبعا الاقساط بتبقى كده على فكره الاقساط مبلغ ثابت على فتره ثابته
فبدل بقى بدل ما اقعد اعمل 60 مره بص هنا كده هتلاقي في ديريفيجن جميل جدا عملناه هو هذا الديريفيجن ابتدى فعلا يحسب ال 60 مره وسمى المبلغ اللي بيتسحب كل مره سماه ايه سمى المبلغ اللي بيتسحب كل مره ايه ما هو مبلغ ثابت وبعدين ابتدى في مره يحسم على 1 زائد اي ورقم 2 يقسم على 1 زائد اي سكوير 1 زائد اس 3 وهكذا لغايه 1 زائد اي اس ان وجمع الحاجات دي مع بعضها وبعدين على فكره الديفيجن ده مش معانا مش عليك يعني ضرب في 1 زائد اي وبعدين فك البي في 1 زائد اي ديت لبي زائد اي بي هل ده كده فيها مشكله هل في حاجه غريبه يعني وبعدين لا تمام شال البي دي بقى شال البي ديت وحط مكانها الكلام ده مش الكلام دوت مش الكلام ده هو البي اه بقت الناحيه اليمين فيها اقواس والناحيه الشمال فيها اقواس كلهم هيطيروا بعض ويبقى لك العلاقه دي بس كده اللي هتستنتج منها هذا القانون اللي بيقول لك ايه بقى يا معلم لو عندك يونيفورم بيمنت فانت تقدر تحسب ال 60 قسط دول بقانون واحد حيث مين البي ديت مين البي present value قيمة الستين دول كلهم النهاردة قلت لك تمام مين الـ A annual value المبلغ الثابت اللي انت بتدفعه تمام مين الـ N عدد مرات الدفع عدد الدفعات اللي هي في حالتنا احنا هتساوي 60 على فكرة ده في حالتنا هيساوي 1000 طب مين الـ I بقى هو الاير فايده الشهر قلت لي الاي بتاع الان لو انت قلت لي دول 60 مانث يبقى انا عايز الاي بتاع المانث حلو القانون ده ولا وحش خلي بالك هو القانون ده جاي منين جاي منين اصلا جاي من السنجل اصلا حلو ولا وحش قلت لي حلو طبعا يوفر كتير بس خلي بالك عشان تقدر يعني تستعمل القانون ده لازم تتأكد ان في اربع شروط متحققة ايه الاربع شروط دول بقى قال لي الشرط رقم واحد المبلغ يكون ماله ثابت والفترات ثابتة برضه وما تجليش ولا واحدة ما تجليش ولا واحدة طيب عند الصفر دفع حاجة عند الصفر دفع حاجة؟ تقول لي لا هو ابتدى دفع امتى؟ من اول شهر من واحد عند الستين دفع حاجة؟ لا دفع انا مش شايف هو دفع حاجة؟ دفع يعني لازم يكون مبلغ ثابت فترات متساوية ما بتجليش في النص ابتديت من الواحد ودفعت عند الستين يعني ابتديت من اول سنة ودفعت لغاية اخر سنة طب افرض ان كانوا اول اربع سنين دول مش موجودين ده كده يونيفورم بايمنت قلت لي عشان تقدر تستخدم القانون ده الاربع شروط يا معلم المبلغ ثابت الفترات ثابته ما فوتش ولا فتره يعني دفعت من اول سنه واخر سنه كنت دافع برضه انا مش هحل معاكم النهارده على يونيفورم بايمنت وهخليها للمره الجايه لكن كنت حابب ان احنا ناخد عنه خلفيه النهارده حاسين الكلام رخم ولا كلام سهل لا سهل ظريف مده يا دكتور كلام سهل ولا رخم يا مده لا جميل طيب انا هخلص معاكم دلوقتي لان الباشمهندسه ساره شويه
وهتخش معاكم التوتوريال تمام، نبتدي نحل مسائل على السنجل بيمنت. بس رجاء ربنا يخليكم، فكرة الكلام سهل ولا صعب ديت انا مش عايزها بالكلام، انا عايزها بحل مسائل. يعني ممكن يكون وصل لك انت حاجة متلخفنة وانا مش عارفها، اعرفها امتى؟ مش عارفها غير لما تيجي تحل. خلاص في اي اسئلة؟ لا تمام يا دكتور. ماشي شكرا يا شباب. عفوا دكتور، مع السلامة. مع السلامة.